برضه على حقيقته. هي ايه اللعبه؟ دلوقتي كل اتنين يتعرفوا على بعض. اصل في الدنيا والحواديت والكتب الناس كلها بتجري ورا بعضها قال عشان ايه؟ الحب. ده مش حب، دي الرغبه او بقى المصلحه. كل الكلام الملفوف والحركات ما هيش غير تغطيه للرغبه وبس، وبعد ما يرتاحوا يبقى مفيش حاجه. طور التفاهم وطارت العصافير اللي بتزقزق والورد اللي بيفتح وكل واحد يدي ظهره للتاني وايه وسلام عليكم نهايته. احنا بقى ما بنعملش كده، احنا من الاول بنحل مشكله الرغبه دي، وبعد ما نرتاح نشوف في التفاهم يبقى تفاهم حقيقي، في العطف يبقى عطف حقيقي. نسال انيسه، انيسه تقول، ونسال ميري، وميري تقول، وانا اقول، وانت تقول، كلنا نقول كل حاجه على شرط كل واحد يقول الحقيقه. طيب واللعبه بتبتدي ازاي؟ بالشروط المالوفه بتاعت المجتمع العادي زي التنين، بس هما بقى بيخافوا نتيجتها، احنا عارفينها من الاول. يعني نرقص شويه ونغطس شويه ونشرب شويه. الله كريم على عينك، انت مالك عامل زي البنوته كده؟ ما عمرك شفت طبل ومغنى وتريبيت تريبيت كتير؟ طبل يا واد، راجل يا واد. منين الحبايب؟ حلاوة كباية. الخدامة لسه قايلة للبواب انه مسافر، لكن احنا ما شفناهوش. خليك شوية. ولا اسمع، روح لبهية حالا دلوقتي. حاول تتصل برؤوف، أنا قلت له قريب محمود. واسمع، شوف لي التليفون ما بيردش ليه؟ التليفونات قالت إن تليفونهم شغال. وخلي عربيتك تقف بعيد. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ إديني محمود من فضلك. محمود، محمود، تليفون عاوزينك، هواسنا. محمود يا نعم. ايوه انا كده. يا وسيادتك بقى تبقى مين؟ هاتلي الجزمة وحياتك يا باي. من عينيا. ايوه يا سيدي. نعم. النبي ايه؟ والله. لا يا جدع. قول لي بقى. شلته ازاي؟ على كتفي. يا شيخ روح الله يخرب بيتك. يا اخي روح شوف لك حتة تفك فيها عقدك بدل ما تشغل الناس على اللعبهم. الله. ايه الحكاية يا ابو حنف؟ ما اتضحكنا معاك. واحد يا سيدي من اللي بيقروا الروايات البوليسية. ركبت في مخه انه بقى مخبر. شاف صورة سيد اللي نزلت غلط في البرنامج. ومصمم انه اتقتل وان انا اللي قتلته. لا هو اتقتل ولا لا اتقتل. طبقت السيد ليه؟ ده حقه هو اللي قتلني. انا اللي طول عمري فاتح تراب جنتي. عمره ما لمس ايد بنت. طول عمره يحزق عشان يبقى حاجه. وهو بقى حاجه. اتجوز بنت الشركه بالعافيه. وخلف برضه بالعافيه. مين اللي قال بقى ان سيد كان طول عمره حي؟ ده مولود فطسان زي الجمبري المجفف. اسمه قلم مجفف. قلم جاف يا ست الكل. طب وست شريفه؟ ميته زي جوزها تمام. والنبي ايه؟ ما كناش بنقول كده زمان. ما احنا بنقول كده دلوقتي. وصورتها اللي انت معلقها جوه دي بتاعت مين يا سي محمود؟ مين اللي راسم الصوره دي يا سي محمود؟ انا؟ لا انا يا شيخ انا هبقى نرقص شويه. لا مش هنرقص، هنقول الحقيقه. امال خليتولي ليه اقول انا الحقيقه؟ قلت ان انا كبيره وعندي 65 سنه وعجوزه ووحشه واشتريت ده بفلوسي، هي دي الحقيقه وانا عارفاها وهو كمان عارفها وراضي بيها وقابل بيها وانتوا كلكم قابلين وراضيين. وانت مش عايز تقول الحقيقه ليه يا سي محمود؟ انت غشاش غشاش غشاش، انتوا كلكم غشاشين غشاشين غشاشين، ولعبتكم دي كلها وضع عجباني. طب هو انا بقول حاجه؟
زوج مثالي، مواعيد بالملي، في اصغر مناسبه بيبعت ورد، دايما الكلمه الحلوه، دايما مهذب، ده مهذب بشكل زي ما بيكتبوا في مجله حواء. حقهم يدوله الجائزه الاولى. مالك يا شريف؟ الدنيا بردت عليك؟ سيد راجع من السفر بكره. افتكري له بقى الحاجات الكويسه وحضري له الابتسامه المفتوحه. ليه؟ هو انا قلت عليه حاجه؟ لازم بقى العيب فيا. انت شايف فيا حاجه غلط. طب مالك انت؟ سيد انسان ممتاز. ما كنتش بتكلم عن سيد. انت بتحبي سيد؟ ما تبقاش جبان زي التانيين، مش انت؟ لو مش لاقي حاجه تقولها ما تتكلمش احسن. ما تدفعنيش انت كمان اني اكذب على نفسي. سيد بشفق عليه، احساس رخيص، عارفه محتاج لي، محتاج لحاجات كتير، اسمه، مستقبله، شهرته، هو محتاج، هو دايما هو، مفيش مره انا محتاجه لايه، انا مين حتى؟ هفضل اطبطب عليه العمر كله؟ ده بيعرف عني اقل منك. انت بتكلم معاك، معاه بسكت، بخرس. خساره، كنا اصحاب حلوين، غصب عني انا دايما اخسر كل حاجه. طب وايه اللي حصل؟ انا لسه صاحبك اهو. انا اسفه، انا اتغيرت، انا بقيت اكتر. يا ريت كنت اقدر احكي. ابكي يا شريف، ابكي قد ما تقدري. عايز اكلم محمود، عايزه ضروري. مش مهم انا مين، فين محمود؟ انا عايز ضروري. ايه يا سيد، معقول علشان الروايه تحط نفسك في الحاله دي؟ خايف اكون غلطت في وضع الشخصيه. ما تتفلش شخصيات يا اخي، فكر في سفرنا في المؤتمر، اجل الروايه حتى وبعدين ابقى فكر فيها في اي وقت. في حاجات مالهاش خط رجع. يا ريتك كنت بتدي الاهميه دي لمشاعر مراتك. دي أول مرة أسمعك فيها بتشتكي. حاسس في ظابط بوليس هنا. بيعجبك ظابط البوليس؟ لما بيكون مؤدب، يعني قدام الناس. أمال قوليلي، هو في الجواز اليومين دولت الناس ما بتحبش تخلف غير طفل واحد بس؟ أنا شخصيا عايز أربعة. أربعة؟ أنت شايف إن أربعة كتير؟ يعني هو الجواز هيقف على أربعة؟ لا استنى شوية، مفيش كتب لسيد مراد عندكم غير اللي في الباترينا ده؟ فاكر إنه ليه قصة كده عن راجل ما بيخلفش بسهولة. يا حسرتي، استنى ما أطلع جبالك من الصندرة. مش من حقك برضه تسأل سؤال زي ده. يبقى اعترفي إنه كانت في علاقة بينك وبين محمود. ظاهر إنك ما بتتعبش نفسك في اختيار ألفاظك. أوه ما جاتش من كلمة. المهم أنت كنت تعرفي محمود كويس، كويس أوي. طبعا اعرفه، مش اخو جوزي. قد ايه؟ الى اي مدى؟ استنى، من مصلحتك انك ترد على الاسئله. حصل. في احتمال ولو بعيد ان محمود اخذ من راح سيد، يعني عايش في بيته،
ومحمود هو اللي هيقف يمثل البلد قدام 5000 دبلوماسي في باريس، وهو اللي بيقعد يكتب هنا بالليل، مش كده؟ الاستاذ سيد واخد اكتر شخصياته من محمود والجو اللي عايش فيه. انا اتاكدت من كتبه. انا نفسي عارف الجو ده كويس قوي. طب ما كتبتش ليه عنه؟ ده من كتابه سهله للدرجه دي يا فندم محمود. يمكن يقدر يدي فكره، لكن الكتابه مش مجرد فكره وبس. سيد بخير، انا متاكد. وبتقول ان محمود عايش، يبقى انا مش شايفه اي داعي للاستجوابات دي كلها. اذا الموقف ده اتعرف يحتمل انه يسيء لسمعه جوزي، وانتوا عارفين انه بيقدر من لا الاسم. بقى ما تحاوليش تخضينا بمعارف الاستاذ المهمه. فرج. حاضر. يعني سيادتك والاستاذ محمود كنتوا بتتقابلوا مع بعض؟ انا ما بنكرش ده لسيادتك. وكنتوا بتتقابلوا لوحديكم؟ صدفه. كنت بشوف معاه صور. وسيد كان يعرف؟ هو كان في حاجه عشان يعرفها؟ ثم ان احنا متجوزين بقالنا 5 سنين. في اولاد يا مدام؟ واحد. يعني ولي عهد واحد بس. اذا اي حاجه تعرضت لسمعه جوزي مش هيقف قدامه اي اعتبار. سيد طول عمره راجل دغري مثالي، محدش ليه الحق يهدم كل اللي بنيناه. اه، وهو فين دلوقتي الاستاذ سيد؟ راجع بالليل. احنا الليله دي عازمين وكيل وزاره على الاوبرا. لا لا، حاجه حلوه خالص، ان شاء الله تتبسطوا. على اذنك. يلا يا ابني. نفسي اشوف انسان واحد في العالم كله، في الكون كله ما بتشكش فيه. يا راجل انت كنت بتكلمها زي ما تكون هي اللي قتلت. وايه المانع؟ يا ساتر، يا خبر اسود، ايه ده؟ والله عندك حق لما قلت انك كنت شكيت في امك ان ما كانتش ماتت. الله يرحمها يا شيخ. ثلاثة بالله العظيم انا فرحان انها ماتت. لكنت ماتت من الحسرة على الوحش اللي جابته. عاش يا بيه. ست شريفة واخو جوزها بيجروا ورا بعض. وتقول لي محمود ما بانش عليه حاجة لما كلمته في التليفون؟ ويبان ليه؟ طبعا ما هوش همه. مسنود. يا سلام على الناس الحلوة. ما قالتش كلمة واحدة مش كدب فوق. والابتسامة الحلوة ما فرقتش بقها ثانية. طب ما تقول بالمرة انها شركته في الجريمة وبتتصدق ليه؟ عارف. ولو انك مثقف انما برضه بتفهم. طب استنى شويه، نزلنا على ايمه. ايوه. عارف في كل الكتب وثقافات العالم ثلاثه بالله العظيم ما قريت عن شخصيه كده زي حضرتك. يا شيخ، ومحمود وشريفه والاتفاق والكومبينه. ده هي عايزه محمود ارجوكي. عاوزاه ليه؟ ما تخليكي بعيد عنه احسن. ما تبقيش مجنونه، انا دلوقتي مرتاحه في حياتي مع سيد. خش يا بهي. انت عاوزه منين ايه تاني؟ انت ما سمعتيش الحكايه اللي كتبت في الجورنال؟ ما طلعت كلها فشوش. البوليس بيقول غير كده لحد دلوقتي، بيقول ان محمود قتل سيد وانه بيعيش معاكي على انه محمود وبيجي عندي على انه سيد. يا مصيبه السودا، محمود يقتل؟ البوليس هو اللي قال كده؟ تلاقيها جثة قاعدة على قلبهم وبيدور على حد يلبسوها له. والله العظيم من يوم ما عرفناك انت وجوزك والمصايب نازلة ترف على دماغنا. بهي، محمود ما بانش عليه أي تغيير. إزاي يعني؟ ده هو هو يا اختي، رايح جاي على كيفه. يوم هنا ويوم ربنا يعلم هو فين. أنا عايزة أشوف محمود يا بهي. أصله كان عازم الشلة كلها على ال يعني ما أقدرش أجي معاكم. ما يهمش يا بهي، أنا لابسة عادي ومعايا نظارة. أنت بتفكري في إيه؟ تكلمني في التليفون وعازمني على السيرك؟ أهي تقليعة من تقليعات وجاتونيلة، والنبي ما أنا رايحة. معلش نروح له يا بهي عشان خاطري. تعالي قدام نروح له. يبقى محمود ما اتغير. مبسوط بقى الكتب؟ ها؟ بص